معنا واحد من المتفوقين إداريا، أظهروا تفوق إداري محترم جدا هذا الموسم، وقدر يصعد بناديه وبفريقه إلى الدوري الممتاز مرة أخرى. ناديه أو فريقه ده مين؟ ده نادي بلدية المحلة، النادي الكريخ الكرة المصرية. معانا عبر الهاتف الآن الأستاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة. يا فندم مشرف ومنور. كابتن كريم ازاي حضرتك؟ صباح الخير، ويعني سعيد بوجودي معاك وبشكرك على كلامك. اقل من حقك، انا بتشرف جدا بوجودك معايا. شرف ليا، ربنا يخليك. بدايه كده هو سؤال عام وبعد كده نخش في شويه تفاصيل. بلديه المحله جاهز للموسم؟ اصبح الان جاهز للموسم؟ عمل كل انتداباته؟ الحاله الفنيه للفريق تخليه يقدر ينافس او يعني يلعب في هذه المنافسه الكبيره في الدوري المصري هذا الموسم؟ حضرتك احنا الحمد لله معانا مدير فني محترم جدا، عنده طموح كبير جدا جدا يتناسب مع طموحنا كمجلس اداره وطموح الجماهير، وده اللي ظهر منه السنه اللي فاتت واللي خلانا كمان ان احنا نقرر ان هو يكون موجود معانا للموسم الجديد. قدرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نضم مجموعه لعيبه ان شاء الله، يعني لما يحدث الانسجام بينهم والتوفيق يكون معاهم، اعتقد انها هتكون تجربه مميزه ومختلفه في الدوري الممتاز. ايوه، الجزئيه دي نقطه مهمه، وانا عارف ان انت راجل كمان متطور جدا، يعني بحسب ما سمعت حتى من كابتن احمد عبد الرؤوف في لقاء سابق، بس اللي انت قلته ده مهم جدا، ان انت محتاج فرقه هيبقى فيها انسجام، لاعبين بيتعرفوا على بعض، بعض العناصر الجديده. بعض الادارات تيجي بعد مباراتين ثلاثه اربعه ممكن تبقى النتائج مش على مستوى الطموحات، يقول لك لا غير المدرب، والمدرب ده ما ينفعش دوري ممتاز، لا صغير في السن، احنا محتاجين المدربين اللي عندهم خبرات دوري ممتاز. هل الكلام ده في حساباتك وبتفكر فيه من دلوقتي ولا لا؟ بص حضرتك الكلام ده بيتقال طول الوقت ومش صح من دلوقتي، وبيتقال من السنه اللي فاتت، ولكن انا يعني بحاول اجتهد على قد ما اقدر ان انا يكون عندي استراتيجيه في الشغل. هايل. وبسعى، والتوفيق في الاخر بتاع ربنا سبحانه وتعالى واللي ربنا كاتبه بيكون يعني، لكن انا عندي يقين كبير جدا بامكانيات الكابتن احمد. صح. وبشغله، وببقى شايف ده ان انا من الناس اللي بتبقى قريبه، ما ببقاش يعني بشوف الاخبار من بعيد او لكن ببقى شويه داخل في التفاصيل. ف لا ما اعتقدش ان شاء الله ده هيحصل، يعني السنه اللي فاتت حصل اكتر من كده، وحصل يعني عندنا فتره كبيره جدا فيها عدم توفيق في النتائج، وكنا بقى يعني بعد السنه اللي فاتت انت بتلعب على مركز واحد بس، يعني صح لو ضعف كل حاجه خلاص الموسم يعتبر بيضيع. لكن وانا بشوف كمان انه الاستقرار الاداري والاستقرار الفني من العوامل الاساسيه اللي يجي بعدها التوفيق والنجاح، لكن هي اللخبطه دي بتبقى يعني قرارات خاطئه بيتبعها قرارات خاطئه ثانيه، فيعني فتلاقي الدنيا مش ماشيه. صح. وانا عشت ده، وده كان يعني ده بناء على برضو تجارب ونصايح، لكن الصح ان احنا ان شاء الله باذن الله يكون الكابتن احمد مكمل معانا لنهايه الموسم. ان شاء الله ان شاء الله. ايه بقى حكايه اللاعب المغربي اللي تعاقدتوا معاه؟ كان بيلعب في برشلونه وبعد كده فسخ التعاقد، اسمه محمد السفراني تقريبا. الزرفاني. الزرفاني. ده ايه اللي حصل؟ ايه الحكايه بقى؟ لا مفيش حكايه ولا حاجه، هو لاعب زي اللعيبه اللي كتير جت اتشافت، واحنا دايما كنا نبقى حريصين جدا جدا ان احنا ما نعلنش عن اي صفقه تعاقدنا معاها، احتراما للاعب واحتراما للنادي، حتى لو ما تمش بعد كده الاتفاق او القبول عند المدير الفني ما يبقاش احنا اعلنا وبعد كده اعلنا فسخ التعاقد، لكن ده حصل السنه دي مع في صفقه واحده بس اللي هو محمد الزرفاني. محمد مغربي ولاعب كويس جدا جدا، لكن هو يعني ظروف خاصه بيه منعته من التواجد، او بمعنى اصح يعني وادق، وان هو عايز يبقى فيه سيستم معين لا يتماشى مع سيستم اداره النادي وكابتن احمد عبد الرؤوف. يعني ممكن افهم الجمله دي تحديدا، يعني ايه سيستم هو عايزه غير هو عايز سيستم في 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 اللعب، في اللايف ستايل لا لا مش في اللعب خالص. مش فني خالص. الموضوع زي ما بقول لحضرتك في سيستم حياته ومدى تواجده هنا في مصر وعدد الناس، يعني هو عنده مشكله في التاقلم عموما. اللي هو مش هقعد هنا كتير، هسافر كتير، فانا هاجي تدريبات معينه. هو عايز يعني والدته وزوجته يعني عايز يحس انه في المغرب.
تفاصيل كبيره يعني، كتير تفاصيل يعني. كتير قوي فزحمه ومفيش وقت كتير كتير يعني. بص انا بصراحه بشكل شخصي وبشكل مهني انا متفائل جدا بتجربه بدايه المرحله، متفائل بالتجربه معاك انت ومع الكابتن احمد عبد الرؤوف، واتمنى لكم من كل قلبي النجاح ان شاء الله. استاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله، انا بشكرك شكرا جزيلا.